يا ترى ايه سر اقبال الملياردير نجيب ساويرس على الاستثمار في الذهب، وليه خصص اكتر من 1.5 مليار دولار لضخاف البحث والتنقيب عن المعدن النفيس، وازاي شركته وحدها تنتج ما يعادل احتياطي 4 دول عربية من الذهب؟ رجل الاعمال المعروف نجيب ساويرس رئيس شركة اوراسكوم للاستثمار القابضة كان من اوائل الناس اللي اتجهت للاستثمار في الذهب، ومن حوالي 4 أو 5 سنين كان اول واحد بيتوقع ان الذهب هيروح في حتة بعيدة، وعشان كده خصص مبالغ ضخمة لأعمال التنقيب والحفر مش في مصر بس، لا في دول تانية عربية وإفريقية. وفي الساعات الأخيرة أعلن ساويرس أن حجم استثمارات شركته في مراجم الذهب بيصل لواحد ونص مليار دولار، وأكد أنه في ظواهر كتير أدت لارتفاع الذهب للمستويات القياسية الحالية واللي ستكون سبب في استمرار الصعود لشهور كتير جاية. وقال أنه انخفاض عدد المناجم اللي دخلت الخدمة في السنوات الأخيرة كانت واحدة من أهم الأسباب زيادة سعر الذهب. وفي الفترة الأخيرة أنشأ ساويرس شركة متخصصة للتنقيب على الذهب، حصلت على 9 رخص استكشاف في مصر لجانب رخص في أوزبكستان وعدد من الدول الإفريقية من بينها السودان اللي عطلت الحر دخول الشركة ليها، وده عشان ترفع من فرص العثور على الذهب. طب إيه اللي خلى ساويرس اتجه للاستثمار في الذهب؟ في أسباب كتير، أهمها أنه في أوقات الأزمات السياسية والإقليمية والعالمية والتوترات اللي بيمر بيها العالم حاليا تعتبر الاستثمار في الأصول الاقتصادية الحقيقية، يعني أصول ملموسة غير ورقية، ملاذ آمن لكتير من المستثمرين. كمان حالة التشبع في الاستثمارات في أسواق المال العالمية مع وجود أدوات استثمار أكثر ربحية وأقل في نسب المخاطرة لامتلاكها زي الذهب والمعادن النفيسة. كانت معكم هالة بشيت من بنكير، شكرا لكم. بنكير نبض البنوك.